مرحبا بكم. مبعوث الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط توني بلير يقول إنه يتفهم مخاوف الفلسطينيين من الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وإن المصالحة الفلسطينية ستسهل رفع الحصار عن غزة. مصادر فلسطينية تقول إن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض سيجري تعديلا وزاريا مطلع الأسبوع المقبل يشمل 6 وزارات، منها الداخلية والخارجية والمالية. إسرائيل تقدم تقريرا إلى الأمم المتحدة تزعم فيه أنها تتخذ إجراءات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين والحد من استخدام الفوسفور الأبيض، وتقول إنها تجري تحقيقات جنائية في 47 حالة سوء سلوك من جانب جنودها خلال حربها على غزة. أنروا تقول إن ما تسمح إسرائيل بدخوله إلى قطاع غزة من مواد البناء لا يلبي الحد الأدنى من احتياجاتها. عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين يؤجلون زيارة كانوا سيقومون بها خلال الشهر الجاري إلى أيلول سبتمبر المقبل. وزير الإعلام المصري يؤكد أن الرئيس حسني مبارك في حالة صحية جيدة بعد عملية المرارة التي أجريت له في ألمانيا أخيراً. الأمم المتحدة تدرج الإمام اليمني الأمريكي أنور العولقي الذي يشتبه بأنه على علاقة بمحاولة اعتداء على طائرة أمريكية على لائحتها للمتهمين بالإرهاب، والتي تستهدف تنظيم القاعدة وحركة طالبان. أخيرا في هذا الموجز، يهودية إسرائيلية تقاضي فلسطينيا من القدس الشرقية كانت قد وافقت على النوم معه بتهمة اغتصابها بحجة أنه أوهمها أنه يهودي مثلها، والمحكمة تقضي بسجنه 18 شهرا. لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.